وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد السيد سعيد جعفر رئيس التخطيط والدراسات ومتابعة الشكاوى بإدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة على أن الإدارة باشرت في تكثيف الرقابة خلال فترة عيد الأضحى المبارك للتأكد من توافر السلع والمنتجات الأساسية ومنع التلاعب ورفع الأسعار. إدارة التفتيش بالوزارة ننسجم ونتكيف مع أي مناسبة على حسب طبيعة هاي المناسبة. مثلا مناسبات الأعياد اللي احنا الحين فيها نتكيف فيها ونكثف جهودنا ونركز على الأسواق المركزية والمجمعات التجارية والمطاعم، ونتأكد أيضا يعني من خلالها من عدم التلاعب بالأسعار، نتأكد من توافر السلع الأساسية المنتجات الأساسية وضمان استقرار طبعا أسعارها وغيرها، يعني من الأمور الرقابية والإرشادية. موضوع جائحة كورونا كوفيد 19 عملنا مع كل القرارات الصادرة من سعادة الوزير أو من الجهات المعنية، تعاملنا إياها بحسب الإرشادات الوقائية والصحية من الناحية الإرشادية التوعوية وأيضا من الناحية الرقابية، تحقق فيها طبعا من تطبيق هذه القرارات. ولله الحمد يعني خلال إجازة العيد ما رصدنا مخالفات جسيمة تذكر، رصدنا مخالفة واحدة بعد ما أخذنا جميع الإجراءات القانونية، تم إغلاق مقهى في منطقة العدلية. ما عدا ذلك فإن الأمور كلها بخير وما في أي يعني مخالفات جسيمة تذكر.